بسم الله الرحمن الرحيم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن رمضان كغيره من الأيام ومن الشهور، إنما شهر رمضان له خصائص تختلف كل الاختلاف عن بقية الأيام وبقية الشهور. اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك بجملة من الخصائص والنعم التي لا تعد ولا تحصى. من هذه الخصائص قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلهم. 5 حاجات ربنا اختصنا بهم في هذا الشهر المبارك. أول حاجة: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رائحة الفم للصائم بتكون أفضل عند ربنا من ريح المسك. وتستغفر لهم الملائكة كل يوم حتى يفطروا. يعني تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك الملائكة كل يوم من الفجر إلى المغرب تستغفر لك، واستغفار الملائكة ودعاء الملائكة مقبول إن شاء الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتستغفر لهم الملائكة كل يوم حتى يفطروا. ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول لها: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم الأذى ويصيروا إليك. يعني تخيل أن الجنة مع شدة بهائها وزينتها وحسنها وجمالها، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئها وبيزودها بهاء على بهائها وحسن على حسنها في هذا الشهر الكريم المبارك استقبالا لعباد الله الصائمين. ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسلسل الشياطين وبيحجز الشياطين عننا في هذا الشهر المبارك، فمش هيقدروا يعملوا معانا الحاجات اللي كانوا بيعملوها معانا في غير رمضان. ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. 5 خصائص، 5 ميزات، 5 جوائز كبرى ربنا سبحانه وتعالى أعدها لعباده الصائمين، بس الصائمين بصدق، الصائمين بحق، اللي بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في صيامه، اللي بيراعي ربنا في رمضان، اللي بيعمل العبادة دي بكل صدق وإخلاص ويقين في الله سبحانه وتعالى، وعنده يقين في ربنا إن ربنا إن شاء الله هيقبله، وربنا إن شاء الله هيعفو عنه، وربنا إن شاء الله هيقبل منه هذا الصيام، وفي نفس الوقت يبتعد عن كل المحرمات وعن كل الذنوب وعن كل الأشياء اللي ما ترضيش ربنا في هذا الشهر المبارك.